السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة خديجة أم البنات. كنتمنى الله العلي القدير نلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله وفي أحسن الأحوال. حبيبتي جيت نوجد معكم هاد الحلوة، هادي حلوة ديال الكوك والقرقاع واللي بغيتو، باش ما بغيتو تزينوها تزينوها. المهم كاين اللي كيقولها ريشبوم، كاين اللي كيقولها حلوة ديال الكوك، كل واحد وشنو كيقولها، ولكن كتجي زوينه ورائعه. ادوزوا اخواتاتي معايا المقادير وطريقه التحضير، فبقاو معايا الى الاخر الفيديو. حبيباتي بالنسبة للمقادير، عندنا هنا 6 ديال البيضات، عندنا هنا 2 كيسان عنبة ديال زيت المائدة، 2 كيسان عنبة ديال السكر الخشن، عندنا 2 شاصيات ديال خمارة بيكنج باودر فئة 8 الغرام، وعندنا هنايا نديرو معلقة ديال السكر فاني. وأما الدقيق، عند الدقيق المنتج ديال الحلويات نديرو حسب الخليط، يعني كل دقيق والجودة ديالو. ندوزو دابا لطريقة التحضير. سمحوا لي واحد القبيصة ديال الملحة ما ذكرتهاش. غادي ندير واحد معلقة ديال الفاني صغيرة، غادي نديرو السكر ديالنا، غنخدموه مع البيض. بسم الله. ما الدقيق راني نخلته من قبل. بسم الله. تنكب الدقيق، غادي ندير بيكنج باودر، نخلط التخليطه الاولى وعاد نزيد الدقيق ان شاء الله. العجينه ديالنا هانتوما كتجي هكا، ما ماشي صلبه ماشي رطبه، يعني جينا متماسكه. دابا ما غنخليوها لا ترتاح ولا والو، ديريكتومون غادي ندوزو للتكوار ديالها. غادي نوريكم التكوار هنايا، يعني واحد الحبيبات اللي غنديرهم اللي هما صغيورين. هانتوما خواتاتي بحال هكا، ما غنبسطهم ما والو، غندير بحال هكا ونطلق. تقريبا 16 غرام في الوحيده بحال هكا. هكا غادي نمشي ان شاء الله وغادي نرجع معكم للتزيين ديالها. هانتوما الفكره سهله، بالزربه كتجي هادشي. هذا هانتوما كنكورو كامله ونمشيو عاد كنسحفو. تكويره عينكم وميزانكم. ودابا حبيباتي من بعد ما طابت الحلوه ديالنا، هانتوما كي كتجي غزاله ورائعه، غادي تعجبكم ان شاء الله، يعني طايبه من فوق ومن تحت. دابا عندنا هنا القرقاع، غندوزو نهرمشوه ونرجعو معاكم. عندنا هنا الكوك، غنديرو الشكل واحد بالكوك وواحد بالقرقاع. وعندنا هاد القرعة ديال المربى ديال المشمش، هانتوما غتشوفو الطريقة ان شاء الله.
دابا الحلوه ديالنا سخونه، غادي نقسموها بجوج ديال الليمون، ودابا خواتاتي غندير الكوفيتير ديالي بحال هكا. غادي نبدا نخلط بحال هكا، هانتوما كيتخلط كامل. غنمشي هكا كنخلطهم بجوج حتى غيطلع لي الكوفيتير المربى فيهم كاملين. ودابا غادي نديرو بحال هكا الحبه ديالنا بحال هكا، وغادي ندوزوها جوز الهند. هانتوما كتجي غزاله ورائعه. وغادي نديرو الحبه الاخرى بحال هكا، وغادي ندوزوها في القرقع ديالنا. هانتوما كنثبتوه عليها وكنمشيو هكا حتى كنساليو الحليوه ديالنا كامله. ان شاء الله ورجعوا معاكم خواتاتي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنتمنى حبيباتي تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها معايا وتجربوها في ديوركم. خواتاتي كنتمنى تدخلوا للقناه ديالي، تبركوا على المربع الاحمر وتخدموا الجرس وديروا لي واحد البصيمه واحد الكومونتير من يدياتكم. وكنتمنى طبق اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتعبروا لي على الاخلاص ديالكم. وكنشكر الناس ديال داخل اليوتيوب وخارج اليوتيوب والناس اللي كيساعدونا والناس اللي كيوقفوا معنا كاملين، لهم شكر خاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله.